السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. الصوت واضح؟ نعم دكتور واضح. تمشين جروب واحد اليوم لكل المرحلة؟ دكتور المرحلة كلها. وين ممثل مرحلة؟ نعم دكتور. وين أخلي حاجيني؟ نعم دكتور وياك. ايش قاعد عدد المرحلة؟ دكتور العدد 460 بس بعدها يعني ما مكمل القوائم. ما مكمل القوائم شو عليها يعني؟ غير محاضرة اليوم؟ دكتور يعني ما يدرون هم الرسول بالرابع شنو؟ الرسول لازم ها؟ العدد يعني الكل المضبوط اقصد دكتور. أنت مصطفى؟ نعم دكتور. مصطفى محمد مو أنت ممثل مرحلة؟ نعم دكتور. أوكي. ومن الهوست بعد؟ من الهوست؟ نعم دكتور. أي بعد لا تدخل أحد. تمام دكتور. ما حد يدخل بعد. اوكي اليوم وي ويلكم يو، رحب بكم بال ذا بيجينينج اوف فورث ستيج. والسنه ان شاء الله راح يكون عندنا الكتروني اليوم السبت، ومعظم البلك مع الماده هنا، وراح نبدي بالبرايمري هيلث كير فاميلي ميديسين لانه راح يكون عندكم دوام. ف يعني على الاقل تستفادون من بعض المعلومات. راح يكون البداية هو يعني something clinical، وبعدين من يترتب العملي ناخذ epidemiology عملي. عذرا دكتور. نعم. لا يواجه مشكلة بالانترنت، يعني كل ساعة بالمحاضرات السابقة أخرج يخرجني وأدخل يخرجني وأدخل، هسه إذا يخرجني بعد ما أدخل. أنت شو اسمك؟ محمد نعيم دكتور. اي بلغ، اكتب بتشات او بلغ ممثل مرحلة ماكو مشكلة، اكتب بتشات وحتى خاف تطلع وترجع. شنو المشكلة يخرجك يعني ليش؟ دكتور الانترنت ما مدخل. قال بنا الدكتور اكو هاي طلاب مثلا يدخلون يطلعهم من الزوم. لا ماكو، هذا بالبرنامج ماكو خلل بالنت يطلع لواحد من الزوم. دكتور اذا راح النت يطلع. لا حتى إذا راح النت يرجع يدخل مرة الأخ على الرابط. اللي موجود ويطلع هو الهوست يرجع، يعني إذا موجود أصلا ويطلع يرجع. مو تريد تطلعون وش اسمه وترجعون، اللي موجود ويطلع الهوست يعرفه يرجع. ملكتر هي المحاضرة حال انقفلت، يعني في حال انقفل الزوم بعد ما يقدر يرجع، يعني حتى اللي كانوا يعني اذا فصل عند النت ويعني راح بعد ما يقدر يجينا مره ثانيه. اي مو مشكله. تمام دكتور. 150 يعني ما ادري 300 وش قد فوق ال 300 ماكو. وبعدين تجون يعني العموم خلي هسه هذا احنا اونلاين. طلاب هذا الاوبجكتيفز مال المحاضره.
هذه منعتها تعرفون شنو المهم وشنو يجي. راح أقولها بس هالمرة بعد ما أحكيها على طول السنة، ولا حد يقول لي أسئلة صعبة وسهلة. من تقرأ هذه تعرف شنو مطلوب منك. define define تعريف، recall recall حافظها، list يعني نطينا إياها الفانكشن زين، describe لا هذه شوية بها فهم، explain شرح يعني فهم، يعني مو شرط نصا، عرفت شلون؟ outline هم يعني حفظ، list حفظ، وdefine definition define عرف يعني. اوكي بعدين انا اسوي لكم لسته بالافعال هذه اللي تبدي بيها الاوبجكتيفز مال المحاضره وشنو معنى كل وحده زين. وهذا هي من الميديكال ادكيشن بهالشكل هذا. ف ويل ستارت وذ ذا ليفلز اوف كير، هيلث كير في البرايمري هيلث كير هو ذا فيرست ليفل اوف كونتاكت بتوين انديفيدجوالز اند هيلث سيستم and essential healthcare primary healthcare is provided and the majority of prevailing health problems can be satisfactorily managed. It is the closest to the people and provided by primary health centers اللي راح تداومون بيها. فهو أول مستوى من الاتصال ويا المريض ويا النظام الصحي. وهناك يعني فتشي أشياء ضرورية تقدم بالبرايمري كير المفروض، وأكثر المشاكل اللي تجي يعني اللي يجون البرايمري كير معظمهم يا أما تريتمنت أو فاكسين أو فولوب واتيفر يعني، وقليل منهم نسبة يتحولون. إحنا عدنا يتحولون على المستشفى. It is the closest system to the people and provided by these primary healthcare centers. The secondary healthcare هو هناك more complex problems are dealt with. ويعني مثلا يحتاج عملية، يحتاج دخول، حالة سيئة يحتاج دخول للمستشفى. comprises curative services. اللي سوى عملية المفروض يطيب، واللي يدخل للمستشفى التهاب المفروض يطيب، واللي يدخل للطوارئ وهكذا. and provided by district hospitals. شباب district hospitals المفروض مثل ما مستشفيات الأقضية عندنا، المفروض المستشفى الكبيرة هذا راح تداومون به هاي تيرشري. بس احنا الحالة شوية عندنا بعد السيستم not developed، فنحول قبل مثلا من المركز الصحي على مستشفى الحسين التعليمي او مستشفى الناصرية التعليمي. المفروض ذن تيرشري هيلث كير والبقية هو سكندري هيلث كير ليفل. فبالسكندري هي ديستريكت هوسبيتال اند ات از ذا فيرست ريفيرال ليفل. التيرشري هيلث كير افر سوبر سبيشالست كير and provided by a specialized center or institution. مثلا هنا عند التيرشري مركز القلب، مركز السكري والغدد الصماء، مركز التدرن وهكذا. هاي يسمونها تيرشري لأنها تقدم عناية لمرض معين أو situation معين. diabetes أهل الدايابيتس، مركز القلب الكارديولوجي سنتر الناصرية هو بس أمراض القلب اللي يسوون قسطرة وغيره، هذا يسمونه تيرشري. وصراحة هو المفروض حتى المركز اللي يعني التركي مستشفى الناصري يكون تيرشري سبيشالايزد يكون، بس هذه الإمكانية بعد لأن ماكو مستشفى مثل إمكانياته يقدم خدمات للمدينة. anyway so how to define and describe primary care. شنو البرايمري كير؟ primary care هو healthcare that is accessible. accessible يعني كل واحد يوصل له، كل منطقة بيها مركز صحي يروحوا لها الناس. comprehensive شامل، coordinated care منسق، and continuing مستمر. it is provided by physicians specifically trained for and skilled in comprehensive first contact. يسمونه general practitioner أو family medicine.
and continuing care for ill reasons, persons, or those with undiagnosed sign, symptom, or health concern. يعني undifferentiated. يعني هو يجي ده تلاحظون بالمركز الصحي يجي مثلا vomiting. يجي headache. يجي abdominal pain. بعدها undifferentiated. تقريبا معظمهم يجون بساين وسيمتوم. ما يجي بدايجنوسس. مثلا هو diabetic وجاي هذا للمستشفى. أكثر شيء بالاستشارية. فundiagnosed sign and symptoms أكثرها هي اللي تجي بالprimary care. Center. It's not limited by problem origin, like biological, behavioral, social, organ system, or gender. يعني whatever the problem, باطنية, جراحة, جلدية, عيون, كلها تجي. Behavioral, نفسية, psychological, social, organ system, ما له علاقة. كلها تجي. بالمفروض بالبداية للprimary care center or gender. In addition to diagnosis and the treatment of acute and chronic illnesses, primary care include health promotion, اللي هو تعزيز الصحة راح تشوفونه, disease prevention, health maintenance, counseling and patient education in a variety of healthcare settings, like office inpatient, critical care, long-term care and home care. Primary care is performed and managed by a personal physician using other health professionals for consultation or referral as appropriate. ممكن ندز استشارة وممكن ندز تحويل من المركز الصحي. Primary care is the backbone of healthcare system and encompasses the following function. Shinial functions mal primary care in general. It is the first contact care serving as a point of entry for the patient into the healthcare system. It includes continuity by virtue of caring for patients in sickness and in health over some period. It is comprehensive care. Comprehensive drawing all the traditional major disciplines for its functional content. كل الفروع هو شامل يعني ما ممكن واحد يجي عنده مثلا chest pain وتقول له روح مو يمي شغلتك لأنه أنت مرضك مرض قلب أو يجي abdominal pain وتقول له روح أو renal colic وتقول له روح هو comprehensive بعدين نشوف يا أما management أو referral أو consultation حسب الحاجة It serves as a coordinative function for all the healthcare needs of the patient. يعني هم عادة ما يجون إذا مثلا واحد أمراض مزمنة متعددة ضغط وسكر وقلب وكليات وكذا فإحنا نسوي له أولويات تنسيق الكير مثلا يابا بالبداية تشوف الكلية مالتك تروح تسوي سيتي سكان أو تروح تسوي كرياتينين وبلاد يوريا أهم شيء الكلى مالتك هسه بعدين نثبت السكر مالتك بعدين نحاول نسيطر على الضغط وهكذا بعدين نشوف وضعك النفسي فشنو هذا كوردينيشن من يقرر شنو الاهم برايورتيز منو اول شغله مهمه يقررها برايمري هيلث كير دكتور ات اسيوم كونتينوينج ريسبونسبيلتي فور انديفيديوال بيشنتس فولو اب كل متابعه هي مسؤوليه للمريض اللي تشوفه اول مره تظل تتابعه And community health problems general. كل مشاكل المجتمع اللي يخدمها هذا الـ primary care centers. راح تشوفون أكو school health. طلعوا للمدارس. راح تشوفون أكو counseling. راح تشوفون يطلعون على البوتر. يشيكون. المفروض كل شيء حتى الجنرال الهايجين بالمنطقة. كله هو مسؤولية الـ primary care center. Six, it's a highly personalized type of care. يعني أنا من أعالج مريض وأنطي علاج مثلا متوفر عندي مثل ما نقول أقدر ظرفه مثلا هو بعيد
شوية ما يقدر يجي أو بور ما عنده إمكانية أروح أقول له سوي MRI. فبرسونالايز يعتمد على الشخص، مرات تقدر ظروف الشخص وتلقى له حلول على حسب وضعه المادي الاجتماعي سوشيالي ايكونوميكلي وهكذا. فهو بيرسوناليزد المفروض يكون زين. واحد موظف، واحد كبير، واحد عايش بوحده، واحد عنده بروبلم، هاي كلها المفروض احنا بالبرايمري كير والفاميلي ميديسن وي بوت ذم انتو يعني امبورتنس. سو there was a report regarding primary care in 2008 WHO emphasized that primary care is the best way of coping with the illness of the 21st century and that better use of preventive measure could reduce the global burden of disease by as much as 70%. يعني احنا دا نستخدم preventive measures properly ممكن نقلل البردن مال ديزيز as much as 70%. واشياء مرات تكون بسيطة مثلا quitting smoking ممكن يمنع شقد ischemic heart disease. obesity اذا نقللها ممكن شقد تمنع diabetes occurrence of diabetes خصوصا الناس اللي عندهم family history وتشوف أوبيس هذا لازم ماست. ممكن نسوي ماموغرافي للبريست كانسر سكرينينج للهاي ريسك جروب، يعني هو السي اي بريست اذا اف دايجنوست ايرليير طبعا الاوتكم افضل، التريتمنت راح تكون افضل، واذا ليت فاكيد راح تكون كومبليكيتد وديفيكلت وهاي مورتاليتي. فليش ما ندور عليهم من البدايه ونسوي سكرينينج ونشوف وهكذا من هذه الأمثلة rather than drifting from one short-term priority to another. Countries should make prevention equally important as a cure and focus on the rise in chronic diseases. راح نشوف بالأبديميولوجي أكو تغيير صار توجه للأمراض المزمنة بالعالم كله. سابقا كانت الانفكشيوس ديزيز النيمونيا التوبركلوسيس التدرن هذه كلها كانت الكوزز اوف ديث. هسه صارت سيفيلايزيشن وسيفيلايزد ديزيز اللي هي دايابيتس الهايبرتنشن كيدني ديزيز الاوبسيتي وهكذا، وهذه كرونيك، هذه ريكواير لونج تيرم كير اند سترونج كوميونيتي سبورت. اند فيردر مور ات ذا 62nd وورلد هيلث اسمبلي بال 2009 WHO strongly reaffirmed the values and principles of primary healthcare as the basis for strengthening healthcare system worldwide. So to find out what primary care physicians actually do, a comprehensive study of activities of family physician directly observed 4,454 patients. شافوا بالبرايمري كير والفاميلي ميديسن 4,454 مريض زيارات إلى 138 طبيب اختصاص بالمراكز الصحية ب 84 مركز. فمن خلال هذه الأرقام إيش لقوا، شنو الفايندينج مال ستدي؟ لقوا أنه أكو variety of common, rare and undifferentiated problem are managed in primary care. حتى rare condition, rare disease ممكن تجي first presentation لل primary care. And often management include process in which the patient present with new symptoms and leave with a new or provisional diagnosis. يعني هو عادة يجي بأعراض معظمها جديدة عليه ما صار عند السابق ويروح بدايجنوسيس على الأقل واحد provisional. If we talk about prevention, prevention in primary care is practiced broadly
in primary care visit and not just during physical during physicals. هذا معناها مرات السابقة إن كانوا يجون يقول لك أنا سنوياً أشيك، كل سنة أروح أشيك السكر مالته والضغط وكذا، هاي يسموها الفيزيكالز أو زيارات ويل فيزيت الأطفال الكبار. هسه لا، صارت سيلكتيف حسب الشخص وحسب بيرسون وريسك فاكتورز اللي عنده. فبريفنشن احنا نقدر نسويه بالبرايمري كير، يعني مو بس بالمواعيد الخاصة مالته، نقدر بكل زيارة نسوي بريفنشن. مثلا أم وأب جايبين طفل، الكومبلين للطفل مثلا فيفرش أو بوموتينج وتأذر، إحنا الفادر إذا شفنا مثلا عمره أكثر من 25 عندنا برنامج بريفنشن مال هايبرتينشن مال البلد، رأسا الفادر ندز نشيك البلد برشر، وإذا هو أبو 40 نشيك البلد شوغر. فأكو فرصة opportunity for prevention، نشوف المذر كذلك همينة أكو opportunity for prevention. هيك هو هذا ال comprehensive primary care، يعني care within the families، مو شرط على نفس الشايلد اللي جاي وياهم، أو بالعكس أم جايبة طفلها هيك وياها وهي اللي complain مالتها pregnant وجايبة طفل ثاني، نسألها ونشوف نسوي، يعني ممكن الطفل نشوف اللي جاي وياها مجرد مرافق، نشوف الفاكسينيشن مالته. فهو هذا البريفنشن should be practiced like this. So during 32% of illness visit, the family physician deliver at least one service recommended by US Preventive Service Task Force. هناك بأمريكا عندهم هاي الوكالة هي تطي قوانين البريفنشن الجايدلاين. فعلى الأقل بكل زيارة، يعني خلال 30% من زيارات الأمراض المختلفة اللي ما لها علاقة بالبريفنشن، الفاميلي فيزيشن سوى وحدة أو البرايمري كير دكتور سوى وحدة بريفنشن. And health habit messages are tailored toward high risk patient and teachable moments. Health education, for example, smoking counseling. إذا نشوف سموكر نسأل هل أكو قابلية حسب الفايف أي راح نأخذها، فايف أي ريجيم سموكينج كونسلينج. It's more often given in the context of smoking related illness visit. So mental health problem present frequently and are often managed without referral. Mental health اللي هي depression and anxiety، احنا بالعكس اكثرها ريفيرال لانه ما عندنا امكانيات بالمركز اللي، بس هناك اكثرها frequently managed without referral بنفس المكان. In 18% of visit, family physician either diagnose or provide counseling related to depression and anxiety. اكثر شيء، ويمكن تستغربون اذا نقول احنا خصوصا عندنا especially females، تقريبا 50% of them either depression or anxiety. وأكو مجرد screening questions واحد يسألها واستمارة ويعرف أنه يقدر يحولها ممكن treatment for depression لأنه very difficult to manage. Patient education also a major part of primary care practice. And fully 90% of office visit and 19% of visit time overall involve patient education or health habit advice. فنشوف من خلال هاي الأرقام، من خلال هذا الريسيرش اللي سووه، شوف إيش قد أكو سيرفيس كومبليكيتد كلها تتقدم بالبرايمري كير. And care is often provided in the context of family. And 70% of patients have another family member seeing the same physician. And 18% of visit care provided to another family member. مثل ما قلنا in addition to identified patient. يعني شافوا فرصة انه لقوا فتشي اما prevention او management او للأذر family members اللي جاي companion ما جاي لي health problem.
Also, coordination of care is common. During 10% of these visits, a referral is made to the medical specialist, mental health provider, physical therapist, social worker, or other health professional. بالمناسبة هذول اللي هم مثلا medical specialist هنقول بالsecondary care بالhospital. Mental health
شباب من وقف المحاضرة؟ دكتور النت انقطع، مو وقفنا المحاضرة. لا ما مقطوع، أنا هسه باللابتوب ما أقدر أدخل، وداخلكم بالموبايل. شنو الخلل؟ شنو العلاقة؟ هذا النت مالتي. ليش هيجي؟ من الهوست؟ رضا؟ أنا هسه داخلكم بالموبايل واللابتوب معكم ما يدخل، شنو الفرق؟ نفس النت مالتي. طبعا دكتور كنا احنا موجودين يعني أثناء المحاضرة. دكتور فقط حسابك اللي فصل. لا هسه أنا وياك، مو دا أحكي وياك من الموبايل، شنو السبب؟ دكتور الحاسبة تحتاج نت أقوى، يعني إذا أكو أجهزة هواي متصلة بالبيت يعني حاول تطفيهن تخلي بس الحاسبة. شنو بس الحاسبة حبيبي؟ القصة شنو؟ أنا جديد على الزوم، ترى كيبل ضوئي يعني، وش اسمه هاي الداونلود هذا عندي مليون، مو بالمليون يقيس، مو كيلو بايت. ده تقول لي وهو بس لابتوبي وحاسبتي وموبايل، ما حدا مكنك بعد إن ثلاثة أجهزة. لا بابا لا. دزيناك رابط دعوة ثاني على التليجرام. ما احتاج رابط دعوة، شو اسوي بيه؟ برنامج منصب هذا مو اونلاين. Thank you.